الأهلي واصل لتدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وده في إطار استعدادات لمواجهة فريق جورمهايا الكيني، حيث خاض اللاعبون مرانا بدنيا مطولا شهد التركيز خلاله على تنوع الأحمال والتدريبات البدنية بين ملعب التتش والجيم. وقاد ميشيل يانكون الرباعي حراسة المرمى مصطفى مخلوف وحازم جمال ومحمد أبو جريشة وإياد تامر في مران بدني وفني متنوع. نادي الزمالك فاز على الشرطة العراقية بنتيجة 3-2 في مباراة اللي أقيمت بينهم على الملعب الفرعي لفندق إقامة الأبيض في ختام معسكر الفريق في برج العرب. سجل أهداف الزمالك كل من ناصر المنسي ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد. النادي المصري فاز على فريق بترول الأسيوط بنتيجة 3-0 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين باستاد الكورية الحربية، وده ضمن استعدادات المصري لمباراته أمام فريق الهلال الليبي بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. نادي بيراميدز أعلن امبارح تعاقده بشكل رسمي مع صانع الألعاب عبد الرحمن مجدي قادما من صفوف النادي الإسماعيلي. صفاء حسن لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي توجت بالميدالية البرونزية لوزن 79 كيلوغرام في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، ورفعت صفاء 134 كيلوغرام في المحاولة الأولى، وفي الثانية 139 كيلوغرام، وفي الثالثة لم تتمكن من رفع ثقل قدره 146 كيلوغرام. وبهذه الميدالية بيرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 6 ميداليات، 5 منهم لرفع الأثقال. توج محمد صبحي بطل رفع الأثقال بالميدالية الفضية لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك في وزن 88 كيلوغرام بعد رفع ثقل يبلغ 224 كيلوغرام. منتخب انجلترا حقق الفوز على المنتخب الايرلندي بنتيجه 2-0 في المباراه اللي اقيمت على استاد افيفا ضمن منافسات الجوله الاولى من المجموعه الثانيه بدوري الامم الاوروبيه. نادي الريان القطري أعلن عودة الجناح المغربي أشرف بن شرقي لصفوف الفريق من جديد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنة وشازي عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.